مشاهدي نهارك سعيد، مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا النهارده في نهارك سعيد. والحقيقه طبعا بنتابع معاكم وبنتابع مع ضيوفنا كل الاحداث اللي بتحصل من امبارح لحد النهارده بشكل عام. ضيفنا في فقرتنا دلوقتي الاستاذ اشرف بربري، رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بحضرتك استاذ اشرف، منورنا. الحقيقه احنا اتكلمنا على مدار اليوم في حاجات كتير جدا، فهنحاول على قد ما نقدر نتكلم دلوقتي في حاجات يمكن ما تطرقناش ليها على مدار اليوم. نتكلم عن اعتصامات مجلس الشعب الحقيقه اللي كانت موجوده امبارح، وانه كنا بنتابع كلنا في الاخبار زي كل المصريين انه في نواب خرجوا علشان يجيبوا اكل ويجيبوا حاجات للمعتصمين، ولكن ما عرفوش يرجعوا تاني. هو الحقيقه البدايه رغم ان تبدو كانها ساخنه لمجلس الشعب او ما نسميه برلمان الثوره، لكنها في نفس الوقت تقدير انها مخيبه للامال. يعني شكل الاداء خلال الاسبوع الحالي او الاسبوع الماضي والتعامل مع قضيه احداث بورسعيد وما وتداعياتها لم يكن على المستوى المطلوب، سواء في غيبه قرارات واضحه او حتى في اسلوب النقاش اللي وصل بينا في الاخر لانه مجموعه من النواب يعتصموا. الحقيقه احنا طبعا للاسف بيخلونا نرجع لايام مفردات كنا بنستخدمها ايام العهد الباد، انه النائب عنده ادوات كتير قوي ليس من بينها الاعتصام. يعني الاعتصام ده يسيبه للمواطن العادي البسيط اللي ما عندوش امكانيه انه يستدعي الوزير وانه يقدم استجواب وانه يطرح ثقه في وزير. لكن الحقيقه انه شكل الممارسه داخل مجلس الشعب دفع هؤلاء النواب الى هذا الاسلوب. لقينا امبارح كمان في حاله من نوع من طغيان الاغلبيه على بعض الاعضاء المتحدثين، وكانت في مقاطعات مستمره وكان في غياب من احترام الراي الاخر. يعني اذا حد بيقول انه المواجهات بين المتظاهرين بين الثوار وزاره الداخليه، مش من حق نائب يقوم يقاطعه ويعترض عشان هو بيقول ان دول مش ثوار. اذا كان في نائب شايفهم من بلطجيه له هذا الحق، واذا كان في نائب شايفهم منهم ثوار له هذا الحق. انما ان حد فينا ان احنا دايما بنحاول نقمع الراي الاخر تحت قبه البرلمان برلمان الثوره، ما كانش هو الشكل اللائق. تطورت الامور بعد كده وصلنا لمساله الاعتصام. انا رغم طبعا تحفظي على فكره اعتصام النائب، لكن هو له الحق لانه هو عمل سياسي، فعل سياسي. ان شاء الله هو ليس عمل سياسي، هو فعل سياسي. الاعتصام او التظاهر هو فعل سياسي. نواب يفتقدون طبعا للخبره البرلمانيه، احنا عندنا مجلس الشعب 80% او اكتر من اعضائه مستجدين، فمن الطبيعي ان تبقى في مثل هذه الاشكال الجديده في التعبير. يعني استاذ اشرف، انا هستغل ان حضرتك معانا وعايز ابص على يعني مواضيع تانية كده ابتدت تظهر على الساحه، وابعد شويه عن يعني الاحداث الداخليه. معلش هل تستاذن يعني لا طبعا يعني. مجلس الشعب والانتخابات بتاعت مجلس الشورى ومجلس الشعب والانتخابات الرئاسه وامتى، وفي عصيان مدني يوم 11، ويعني كل ده تمام اتكلمنا فيه كويس. انا عايز بعد اذنك اتكلم بقى في موضوع العلاقات المصريه الامريكيه، عشان انا حاسس او شايف او انت اللي هتقول لي. احنا في النظام السابق 30 سنه 40 سنه 60 سنه متعودين انه مثلا وزير الخارجيه بتاعنا يطلع يقول كلمتين ناشفين جدا مع جبنه قريش يعني، صحيح وجبنة صحيح مش يعني مع امريكا، فمش مش يعني اخبط زي ما انت عايز، وبعدين يجي بعد كده ناس تبتدي تهدي الامور، يا جماعه معلش يعني ايه يعني ممكن، وده سياسه صحيح وده وارد في اي بلد في الدنيا اكيد كويس. لكن المره دي اللي عامل الصدام الكبير بتاعنا دلوقتي اللي هو مجلس العسكري والجيش بالظبط، يعني 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 مفيش حد تاني هيجي يهدي العلاقه بالظبط. بغض النظر اكيد هو يعني الناس القائمين عندهم الخبره الكافيه في التصور يعني يعني اكتر من الشعب عموما او عني او عن اي حد في الدنيا، ولكن هل فعلا مصر عندها الاستعداد انها توصل لدرجه ان هي تقطع العلاقات بشكل او باخر مع امريكا؟ لان امريكا وصلت
امبارح انها بتقول وتحذر بشكل صريح انه يا مصريين انتوا هتودوا الناس الامريكان للجنايات، معناها ان كنتوا عايزين تقطعوا العلاقات ما بيننا وبين بعض. طيب خلينا نقول اولا، في ينفع السؤال يبقى عكسي على فكره، اتفضل. هل امريكا قادره على انها تقطع علاقتها بمصر؟ انا اشك. مصر شئنا ام ابينا بقى، يعني مصر دوله محوريه في منطقه الشرق الاوسط، منطقه الشرق الاوسط واحده من اهم المناطق في العالم بما فيها من بترول، بما فيها من اوضاع سياسيه وموقع استراتيجي وحاجات كتير قوي يخلي امريكا غير قادره وغير راغبه في انها توصل بالصدام الى ابعد نقطه فيه. لكن الحقيقه طبعا انه في ضوء التغيرات اللي حصلت في مصر، هي في محاوله من ايه نقدر نقول عليها دبلوماسيه العض على الاصابع، بمعنى ان كل طرف بيحاول يعض على اصبع التاني ويشوف مين اللي هيصرخ الاول. الامريكان عايزين يذبحوا القطه مش للمجلس العسكري، لا ده للرئيس القادم وللبرلمان القادم، لانهم يدركوا انه مرحله انه مصر ما قبل 25 يناير او ما قبل 11 فبراير 2011 هي ما غير مصر بعد 11 فبراير، وانه الشيك اللي على بياض اللي كانوا بيتعاملوا بيه مع مصر لن يستمر، فهم بيصعدوا بهذا الشكل. وفي المقابل طبعا لانهم من اول لحظه وبدانا الكلام على وقف المساعدات او تعطيل تقديم المساعدات، والمساعدات دي مش مساعدات ماديه فقط، دي مساعدات عسكريه وماديه، وكلام على القروض اللي احنا قلنا عليها وصندوق النقد، والامريكان يقولوا هندي فلوس لا ومش هندي، وكانوا تعهدوا بانهم هيدوا 35 مليار دولار لمصر ولتونس والاردن اللي هم سموهم دول الربيع العربي السنه اللي فاتت، ما خدناش منهم حاجه. فالمجلس العسكري استشعر انه الامريكان بيلعبونا، فما فيش ما يمنع ان احنا كمان نلعبهم، لانه المجلس العسكري كمان ما هوش مطلق اليد في انه ياخد قرارات زي الرئيس المخلوع، ما يقدرش ينفذ لامريكا اللي هي عايزاه. زي ما قلت لحضرتك كده، النماذج او الوقائع اللي حوالينا بتقول انه الامريكان عارفين اقدار الدول، ومهما كان حجم الصدام هم اذا كانت دوله بحجم مصر مش هيقدروا يستغنوا عنها، فمش هيوصلوا معاها للقطيعه. حصل الكلام ده كمان مع تركيا ايام غزو العراق، الفرقه الثالثه الامريكيه فضلت في البحر الادرياتيكي واقفه منتظره السماح من تركيا انها تخش عشان تهاجم العراق من الشمال لحد ما الحرب انتهت. وعرضوا على الاتراك فلوس، وعرضوا عليهم مساعدات، وهددوهم، والعلاقه بين تركيا وامريكا علاقه الاثنين اعضاء في حلف الناتو، ومع ذلك في الاخر ظلت العلاقه الاستراتيجيه قائمه، تتوتر قليلا وتهدأ قليلا. فالنموذج المصري اعتقد انه قادر، عشان كده بقول لك مصر، لا مصر قادره على انها تاخد مواقف وتحقق منها مكاسب. يعني هو بص، كانت في روايه تروى يعني عن انه لما مصر طردت الخبر السوفييت قبل حرب اكتوبر، ايام السادات قبل حرب اكتوبر، وبعدين اول لقاء بين هنري كيسنجر والسادات، فبيقول له انت كنت ممكن تاخد ثمن باهظ مقابل طرد الخبراء دول لو انت قلت لنا. فقال له طب اديني دلوقتي، قال له لا ما انا لا اعتدت الا ادفع ثمن بضاعه دخلت مخزني. فهم الامريكان عارف يعني انت في مصر تمتلك الكثير من الاوراق التي تستطيع ان تتعامل بها مع امريكا تحصل بها على مكاسب كبيره. وطبعا بس مهم كمان انه الناس تبقى فاهمه انه بعد شويه لو احنا قررنا اطلاق سراح الامريكان المقبوض عليهم فده جزء من صفقه، يعني العلاقات بين الدول ما فيش فيها ايه كاسب مطلق وخاسر مطلق. نعم. طيب استاذ اشرف، الحقيقه فكره الداخليه وفكره وجود ثار او فكره الطار اللي موجود وحاصل ما بين الداخليه والشرطه وما بين الشعب المصري والجمهور العازي، أصوات كتير جدا بتنادي بإعادة هيكلة الداخلية. حضرتك تشوف ده إزاي؟ وتشوف إن إحنا ممكن نعيد هيكلة الداخلية مرة تانية إزاي؟ هل من خلال تقاعد مثلا اللواءات الكبار اللي كانوا متواجدين قبل كده في النظام السابق؟ هل من خلال دخول دم جديد للداخلية؟ يعني ده يتعمل إزاي من وجهة نظر حضرتك؟ ينفع يتعمل هذا الكلام من خلال كل هذه ازاي بقى؟ يعني ايه الخطوات اللي حضرتك بس تشوفها؟ هو الاول لازم الناس يعني نفهم حاجه مهمه او نعترف بحاجه مهمه، وهو انه ما افسده حسني مبارك في 30 عام مش هنقدر نصلحه في 30 شهر. طبعا مفهوم. والداخليه كمان، الداخليه عباره عن ايه؟ الداخليه عباره عن لواءات، وكل لواء له 20 ضابط
ابن اخته وابن مراته واخو مراته وجوز اخته وجوز خالته وجوز عمته، فبقت فيها خلقوا شبكه من العلاقات اللي هتجعل من فكره ان انا ايه احيل عدد من اللواءات مره واحده للتقاعد وبشكل فيه نوع من يبدو وكانه نوع من الاهانه، مش بالضروره يحقق النتيجه المطلوبه، لانه انا اخشى ان انا مثلا لو اجي اخرج عده 1000 ضابط امن دوله من ضباط امن الدوله يتحولوا الى مرتزقه في الشارع. في الاخر هؤلاء الناس لديهم خبره امنيه ولديهم قواعد بيانات بشبكات الاجرام اللي في مصر وشبكات البلطجه طبعا، فمش بالضروره يوصل نحقق الهدف اللي احنا عايزينه. معلش هرجع برضه هنشوف تجارب الاخرين، لما الامريكان غزوا العراق اول حاجه خدها بول بريمر اول قرار حل الجيش وحل الشرطه، واتضح بعد كده ان دول اكبر كارثتين هو عملهم، لانه طلع عشرات الالاف بل مئات الالاف من العسكريين المدربين الذين لا يجدون اي شيء غير القتال واستخدام السلاح، فتحولوا الى تنظيمات مسلحه تحارب الامريكان، وقالوا ان ده احد اكبر الاخطاء اللي تسببت في هزيمه الامريكان في العراق. فاحنا مش عايزين نكرر هذا السيناريو. مساله في اشخاص متورطين بشكل مباشر في جرائم، دول يجب ان يحاكموا او يحاسبوا ويحالوا الى التقاعد. نتوسع في الاحاله للتقاعد في السن القانونيه وما قبلها، احنا عندنا اليات في الشرطه ابتداء من رتبه عقيد بنقدر نخرج كل سنه مجموعه، فنخرج في كل سنه مجموعه، وفي نفس الوقت نتوسع في ادخال دم جديد، والاقتراح اللي اتقال من في بدايه الثوره ادخال عده الاف من خريجي كليات الحقوق وكليه التربيه الرياضيه كضباط جامعيين، وده قانوني، يستمر يحصل الضابط على التدريب لمده 6 اشهر يتخرج بعدها ضابط وخريج حقوق ولديه الدراسه القانونيه، وفي منهم عاطلين كمان يعني كثيرين ومش منهم بس عاطلين كده. الحقيقه هيبقى في نقطه مهمه، ان الطبيعه الاجتماعيه الدور اللي هو داخل الداخليه وهي وظيفه تخدم الشعب فعلا، ان الشرطه تخدم الشعب. الجيل الحالي من الضباط اللي موجودين دخلوا وهم بيبحثوا عن هذا البرستيج، هذا يعني الضابط وامين الشرطه اسم الله، فالناس دي عندهم مشكله، هو مرتبه ما بيكفيش بنزين عربيته زي ما هم دايما بيقولوا، فهم بيمنوا على الشعب بعملهم في الشرطه، فلما تسحب منه برستيجه يبقى بيحس ان هو طب انا الشغلانه دي كلها ما تعنينيش. بالظبط. انما الجيل الجديد اللي احنا هندخله هو جيل عارف، هو داخل في مهمه انتحاريه، انت كمان عايزه ضباط فعلا، ضباط انتحاريين. زمان كنا لما بنسمع الحرامي لو سمع سيرينه الشرطه بيجري، لا ده دلوقتي بيروح ساحب اجزاء السلاح بتاعه ويضرب الضابط عشان يموت الضابط ويكمل اللي هو داخل يعمله، فبقت في مشكله. فانت عايز ضباط ما يخافوش، ضباط عارفين ان هم بيقوموا بدور وطني. ففعلا محتاجين نتوسع في ضم اعداد كبيره من الضباط الجدد، ويمكن دي اهم من تطهيرها من فوق ونريحهم. ما هو الاعداد الكبيره يعني ريحهم ماديا طبعا، ونريحهم معنويا، ونرفع من معنوياتهم، لان معنوياتهم غالبا اتدمرت او بسبب اخطاء اللواءات اللي حضرتك بتتكلم عنهم. يعني محتاج برضو احنا كمان كشعب ان احنا برضو نقف جنبهم يعني عشان يحمون. طبعا الاصوات اللي بتقول اللي هي بتهاجم دايما الشرطه كشرطه دي اصوات غير عاقله وغير حكيمه، لانه لا يوجد مجتمع بدون شرطه حقيقي. يعني اذا كان في اي بني ادم يقول لك ايه طبعاً. هنقتحم الداخليه تمام. طب وماذا بعد؟ بالظبط هنقتحم ونحرق الداخليه وبعدين؟ وبعدين هنشتغل ازاي؟ ايه اللي هيحصل؟ مش هنقدر. هنعيش لجان شعبيه؟ ده كلام مش ما ينفعش ده يعني. استاذ اشرف انا مبسوط ان انا يعني بلعب بينج بونج انا ورانيا معاك، يعني انك انت ردودك يعني بتغطي الموضوع كويس. انا هرجع تاني لموضوع الجمعيات الاهليه والجمعيات المدنيه اللي اتمسكت واتكتب اسامي الناس الامريكان واسامي الناس المتورطين في هذا الموضوع، بغض النظر دول عملاء بغض النظر دول كذا او كذا، التحيات اللي هي اللي بتقول، والناس القائمين اذا كان مخابرات او على الدوله هم اللي هيشرحوا لنا اكثر واكثر في الايام القادمه. ولكن اللي انا بقراه في الصحف وهو ده اللي بيتقال على لسان القائمين على هذا الموضوع، انه في تمويل حاجه و50 ولا حاجه و60 مليون دولار بس في 6 اشهر عشان مش عارف كذا وكذا وكذا. طيب ليه ما بنتكلمش على التمويل اللي بيجي لبعض الاحزاب المصريه وعلى راسهم كثير من الاقاويل الاخوان المسلمين والسلفيين؟ هم اولا يعني طبعا احنا هنميز بين الاخوان المسلمين والسلفيين. تمام. انا متحفظ على التقارير لم يثبت على تمويل على الاخوان المسلمين. تمام.
وعايز اقول لك انه الحقيقه ان الاخوان المسلمين يستطيعوا الانفاق على قطر، هم اللي مولوا قطر. كويس. الاخوان المسلمين جماعه ازاي؟ غنيه جدا. ازاي؟ هي بص يمكن احنا في عندنا جهل من ناحيتهم، لان هم طول الوقت يعني ما فيش بق بيتفتح غير لما بيتسجن. بالظبط. الاخ عضو الاخوان المسلمين ملزم اخلاقيا وادبيا بموجب عضويته بدفع اشتراك يمثل نسبه مئويه من دخله السنوي. كويس. ولو احنا قلنا انه الاخوان المسلمين في ابسط التقديرات او في اوسط التقديرات حوالي 500,000، ولو قلنا انه كل واحد بيدفع متوسط 100 جنيه في الشهر في السنه، يبقى احنا بنتكلم في ما يقرب من 50,000,000 تقريبا يعاد استثمارهم. لو انت شفت الاسماء اللي دايما لما كان يجي كل فتره النظام البائد يعتقل مجموعه من قيادات الاخوان ويصادر اموالهم، كنا بنكتشف ان هو بيصادر امبراطوريات اقتصاديه. فهم جماعه الاخوان المسلمين هي جماعه غنيه تاريخيا. كويس. فمساله التمويل بتاع الاخوان المسلمين مساله فيها كلام. انما السلفيين في مشكله برضو في السلفيين، ان هو فعلا اغلب التمويل اللي كان بيجي لهم لحد قبل ما يبداوا عمل سياسه كان بيتم استخدامه في اغراض خيريه بشكل يعني كل المساجد. شوف الجمعيه الشرعيه مثلا، دي مكان كيان ضخم جدا ويقدم عدد مهول من الخدمات الطبيه والاجتماعيه. ف يعني هو كان لحد قبل الثوره ما كانش مال مسيس، والحكومه والنظام عندنا كان اعتاد انه اي حاجه بعيد عن السياسه ممكن نغض الطرف عنها. طبعا هذا الكلام مش مقبول، يعني احنا في الاخر يجب ان يكون الامور كلها بشفافيه. يجب اذا انا بتكلم على جمعيه شرعيه هي جمعيه مجتمع مدني من ناحيه القانونيه شخصيه قانونيه تساوي المنظمه المصريه لحقوق الانسان، ويجب التعامل معهم على قدم المساواه. ده بيجي له فلوس، انا بعرف هو بيجي له فلوس قد ايه ومنين وبيصرفها فين. التمويل الاجنبي في حد ذاته ليس جريمه، يعني الحصول على اموال من الخارج في حد ذاته ليس جريمه، انما كيف احصل على التمويل وفيما انفقه هو ده الذي يجب ان يتم التعامل معاه. ويمكن هو زي ما حضرتك كده، هي المشكله انه المنظمات الحقوقيه اللي هي موضع التحقيقات مش موضع الاتهام، يعني بحكم طبيعه عملها والمجال اللي بتشتغل فيه اقرب الى دائره الشك. نعم. مقارنه بالجامعات الدينيه، لانه الجامعات الدينيه الانطباع العام عنها انها جامعات خيريه، يعني نشاطها في مجال النشاط الخيري والدعوي، فبتبقى ابعد قليلا عن دائره الشك. لكن احنا محتاجين ان كله يبقى في دائره الشك، لحتى خصوصا ان احنا بعد في السنه الاولى من الثوره البلد كانت مفتوحه على مصراعيها. وخصوصا كمان بدون قطع كلامك انا اسف يعني، بس خصوصا كمان ان هم بقوا الاغلبيه وبعدين دخلوا في البرلمان وفي الشورى وفي يعني بالزبط. محتاجين ان احنا نبقى ماشيين زي ما بيقولوا كده بالبلدي على ميه بيضاء. طبعا طبعا يعني هم يفهمونا دخلوا بشكل او باخر ايه بالظبط مصادر تمويلهم عشان ما نفضلش نشك فيهم على الاقل. بالظبط. عشان كمان يرفعوا من على نفسهم اسباب الاتهام. بالظبط. ما ينفعش الناس دايما تبقى تحت رقبتهم عليها سيف الاتهام. حقيقي. من المفترض، بس هي طبعا زي ما هي المشكله انه موضوع التمويل ده موضوع في مصر. مصر فيها 28,000 تقريبا منظمه حقوقيه، منظمه مجتمع مدني. تمام. وتقريبا احنا لان احنا اعتدنا مساله العمل او المال التبرع بالمال للعمل العام في مصر ما كانش من اولوياتنا، يعني ما حدش فينا جه في باله انه يتبرع للمنظمه المبادره الشخصيه لمبادره الدفاع عن الحريات الشخصيه، مش في فكان الطبيعي ان الناس تتجه للخارج يعني. تمام تمام. جميل. الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف بربري رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق، بشكر حضرتك على وجودك معانا وبنشكرك على التوضيح. والحقيقه ان كلها اراء يعني كل المصريين بيتكلموا فيها، في البعض بيتفق معاها في البعض بيختلف معاها، ولكن في الاخر المصلحه واحده زي ما دايما بيقول، وهدفنا واحد هو بناء البلد دي والحفاظ على البلد دي، وفي الاول وفي الاخر كلنا مصريين. اكيد احنا كلنا مصريين. شرفتنا يا فندم. شكرا. ده كان يومنا النهارده في نهارك سعيد، وبكره يوم جديد وفريق عمل آخر من زمايلنا، يعني يا رب مصر تبقى أحسن بكرة وبكرة وبعده إن شاء الله يا رب.